مكرونه المحلات او اللي هي طواجن المكرونه. طبعا هم ما بيعملوهاش في طواجن فخار، لا بيعملوها في عبوات ألمونيا، وبتبقى بغطا بيحطوها بتستوي قبلها بيوم علشان بتاخد وقت جامد في الفرن. لكن احنا طبعا عشان ما عندناش العبوات اللي هم بيشتغلوا بيها، فنشتغل في الطواجن الفخار ونشوف هنعمل ايه عشان تطلع زي بره بالظبط. طيب مبدئيا كده علشان ننهي الحوار بتاع او ننهي الجدال بتاع المكرونه مسلوقه ولا نص سلقه ولا نيه، لا هم بيستخدموها نيه. المكرونه بتبقى نيه، وصلصه الطماطم اللي احنا بنسقي بيها المكرونه ما بتبقاش متسبكه علشان بتقعد مده كبيره في الفرن، فلو قعدت مده كبيره في الفرن وهي متسبكه هتفضل تتقل معانا وتدينا نتيجه مش حلوه. طيب بالنسبه كمان للحمه المفرومه اللي احنا بنسقي بيها، ما بتبقاش كلها لحمه، هو كلها بصل وندعه لحمه قد كده. طيب الكبده بتتعمل بتوم زي الكبده الاسكندراني؟ لا، الكبده المره دي هنعملها ببصل وتوم مع بعض. كبده الطواجن بتبقى ببصل وتوم مع بعض، مش توم بس وفلفل حامي بس زي ما احنا ما متعودين، لا بتاعه الطواجن بتبقى مختلفه شويه. يلا ننزل بالمنيو. مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ معانا 3 اكياس مكرونه قلم. طبعا دي مش المقدار كله، لان بقيه المقدار انا حطاها في الفرن بيستوي. معانا ايه كمان؟ ربع كيلو لحمه مفرومه وعليه كيلو بصل. ربع كيلو، بصوا متخيلين الكميه عامله ازاي؟ ربع كيلو لحمه مفرومه ومعاها كيلو بصل مفروم خشن. نبدا بعد كده نعصرها بملح وفلفل اسود وبس، ونحط لها معلقتين صلصه طماطم، او نحط لها كمان حبه من الصلصه بتاعه الكشري علشان تدينا نعومه وفي نفس الوقت تدينا الطراوه والتسبيكه الحلوه اللي احنا عايزينها بالشكل ده كده. للكبده العصافيري معانا ربع كيلو كبده عصافيري، وبنحط عليها نص كيلو بصل مع معلقتين ثوم من الكبار، ومعانا ايه كمان؟ فلفل حامي، وكل دوت بيتعصج مع بعضه مع ملح وفلفل اسود، لان الكبده بتاعه الطواجن ملهاش اي علاقه بالكبده اللي احنا بنعملها الاسكندراني. الكبده الاسكندراني ما بتحط لهاش بصل، لكن كبده الطواجن بيتحط لها بصل. ولازم بقى خلوا بالكم من اللي انا بقوله ده كويس، لازم الكبده واللحمه يكونوا سخنين. نونا ما هي كده كده المكرونه نيه اصلا، والطواجن لسه هتخش الفرن والصلصه مش متسبكه ولا الكلام ده كله، لازم يكونوا سخنين علشان لما يتحطوا ويتسقوا صلصه يمسكوا في الطواجن عدل بعد كده وما يسيبوهاش. لما تيجوا تقلبوا الطاجن تقلبوه بطريقه زي بتاعه المحلات بالظبط. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هبدا ان انا اجيب الطاجن بتاعنا واجيب فرشه واجيب ازازه الزيت بتاعتي علشان ندهن الطواجن كويس جدا ونغلفها بالزيت علشان لما نيجي نقلبها تتقلب بطريقه تمام. هنعملها باي زيت عادي عندنا، لو انت عامله كشري فانت يفضل ان انت تاخدي من الزيت بتاع الكشري تقلبي بيه تغلفي بالطواجن، وده اللي انا هعمله دلوقتي. اهو الزيت اللي انا قاليه فيه الكشري، قاليه فيه الزيت البصل بتاع الكشري، خدت منه شويه كده اهو وبغلف بيه الطواجن بتاعي بالشكل ده كده، وارجع احطهم تاني في الصاج او في ال كده اهو علشان ابدا ان انا احط على طول. طيب ببدا بعد كده اعمل ايه؟ بحط لحمه مفرومه فاتن. الطواجن فين؟ اللي هي الكبيرة. تمام، هعمل 2 كبدة و2 لحمة، واعمل من الكبار 1 كبدة و1 لحمة. باخد بعد كده حبة من المكرونة وهي نية واعمل كده، ومش كتير علشان لسه لما تستوي لسه هتزيد معي، واعمل كده بالشكل ده. الكبدة كده، بالشكل ده. ياخد برضو من المكرونة وما يبقاش كتير، بالشكل ده كده. واجي على صلصة الطماطم، صلصة الطماطم تكون عادية جدا، تكون عادية جدا مش عايزاها تتسبك. بعمل كده
ملح وفلفل اسود، وارجع بعد كده اسقي بيها الطواجن. الطماطم دي مع قعده الطاجن في الفرن هتبدا ان هي تتسبك وتديني القوام اللي انا عايزاه، وهتتسبك وتتشرب وتطلع معايا زي الفل بالشكل ده كده. نجيب احط الزرع على النار. نجيب الطواجن الفخار دي كده ونعمل 2 كبار شويه، واحد برضو كبده وواحد لحمه. ما ننساش دهنه الزيت اللي بندهنها. واحد هحط فيه الكمية اللي باقية من اللحمة. طبعا لو انت مش عايزة تعملي طواجن صغيرة وعايزة تعملي طاجن كبير مرة واحدة زي ما انت عايزة. ونعمل الحاجة الباقيين من الكبدة. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 200، 200 هيسوي لنا المكرونة. هما طبعا ما بيعملوهاش على درجة حرارة 200، هما بيعملوا اقل من كده على 160 180 كمان، علشان بيسووها براحتها. ممكن يسووا فيها قبلها بيوم ويبقوا مخليين بعد كده الفرن على 50 علشان تفضل الحاجه سخنه. الطلب الطاجن منهم راحوا مطلعين قلبينه في طبق التقديم، وصحتين وعافيه على قلب اللي هياكل. طبعا احنا عاملين منها قبل الهوا اهي، وهنطلع نرجع من الفاصل نشوف شكلها عامل ازاي وتسويتها اخبارها ايه، والمكرونه استوت ولا لا، وكل ده هنشوفه بعد. بسم الله. الاول. بسم الله. طب نسيب ده لحد ما ينزل. نسيب ده شوي عشان احمد ما يتشعلقش. بسم الله. شكلنا كده؟ لا. بسم الله. شكلهم الكبده بس اللي هتنزل ولا ايه؟ بسم الله. لسه. بسم الله. علبة كوبايه الحمص هعمل عليه. بسم الله. لو ده نزل يا احمد تمام زعقلك نبي. بسم الله. واو. بيقول لي شيل اللي ما تقلبش ده بسرعه. اتنين اربعه خمسه خمسه واحد. لا تمام. بسم الله. عشان اديله المكافأة كاملة، ما اخصمش منه حاجة.